وسلم عبده ورسوله، نشهد أن الدين كما شرع وأن الإسلام كما وصف الكتاب كما نزل وأن القول كما حدث وأن الله سيدنا محمد صلى الله عليه وحياه والسلام. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلناه واستعملنا فيما علمناه. اللهم أكرمنا بنور الفهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشأنا رحمتك يا ذا الجلال والكرام يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. رب إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. مشائخنا أعضاء حلقة العزاب الموقرة، آبائي أبنائي عمار بيت الله، أيها الحضور الكرام، أيتها المستمعات في هذا المسجد العامر، أيها المستمعون المتابعون لهذا اللقاء لهذه الحلقة العلمية عبر الإرسال المسجدي داخل الوطن وخارجه، أيتها الأمهات الماكثات في البيوت، أيها العجزة، أيها المبتلون في أجسامهم الصابرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أجيب دعوتكم الكريمة، ومن أجل أن نتبادل النصيحة وبعض أبواب الفقه أو بعض نتطرق معا بعض أصول الشريعة. أريد كما طلبتم أن أحدثكم عن إسهامات الإباضية في خدمة السنة الشريفة، في خدمة السنة النبوية. الإباضية طبعا شأنهم شأن غيرهم من جميع المسلمين، يعتمدون في دينهم على الكتاب والسنة، على القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة والقياس والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب وغيرها من أصول الدين، من أصول الفقه. العقيدة نشنين نعزم في أبواب العقيدة، عقيدة العزابة مقدمة التوحيد، العقيدة المباركة عقيدة التوحيد، نعزم ديس نصوص تعلن تصرح تقال أنا قبلي نشنين لباضية ولمكن أنه نجر إلا بالكتاب والسنة والرأي، بمعنى الاجتهاد، بمعنى الاجتماع، الإجماع وغيره من أصول الشريعة. كمال الدين ثلاثة: التنزيل والسنة والرأي. والسنة أخرج منها أربعة وجوه، أخرجوا منها وجوه كثيرة واختاروا منها أربعة أوجه: الاستنجاء، الاختتان، الرجم، الوتر. نجد الصلوات ندين لله سبحانه وتعالى بعشرين صلاة، ثمان منهن فرض واثنتا عشر سنة. السنة على وجهين: ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فهو نافلة والعمل بها فضيلة وتركها لا عقاب عليه، والسنة التي فعلها وأمر بها العمل بها فريضة وتركها يعاقب عليه. هذا هو نصوص أو بعض من نصوص العقيدة العزابة. إذا كان حفظ مباشرة بعد أن نحفظ القرآن أن نحفظ العقيدة، إذن مش كنسن باللي لباضية
يعني يعتقدون أن من أصول مذهبنا ونجر غير بالكتاب والسنة مع بعض، ثم نكمل اجتهادات الظنين أن نفداني السنة التنزيل مع القرآن، السنة الرأي، الرأي يعني خلاف القرآن خلاف السنة قاع ندي التاس التسند بالاستيل اجتهاد العلماء عندو تسمنس الرأي نشنين المذهب لبعضي من السباقين لكتابة السنة نشين سيمزوار المذاهب الإسلامية إلا نوري الحديث على يد الإمام جابر بن زيد رحمه الله. إمام جابر بن زيد وهو إمام المذهب الإباضي نتا سيمزوار إلا نوري الحديث القرن الأول هجري زدغل دوسين قاع المذاهب الاثنين نتا يتوفى سنة 93 هجري رحمة الله عليه إلول الإمام مالك بن أنس، وأما الإمام أبو حنيفة إلى العمر 13 سنة. من السباقين أخاطر مش كان نحفظ ده وحدي القرن الأول هجري يتغديس كتابات فردية، معنى كل حد يتاري أين يصدود من الصحابة أين يتحفظ من الصحابة يسلس يبي يتغفسن إما أساس نتكر ده سيجاوب أن مثلا أديس وادي ريحة ساتسية أسيملك تمنو لحديثة نياري نغاتي أدي صحة لبعض الحديث إلا غرس يحفظتن أتني حقق غرس نغادي سافر زدياوي وأهل مجرى مثل الإمام جابر رحمه الله. يعني انتقل من عمان تأصل عماني يزور البصرة في العراق يعزم ديني يعني يصبح نبتة عراقية كما يقول العلماء يعاد يتاري الحديث يعني انتو جو قل الكتاب من واحد اسل الحديث إنما يجو يريق الكتاب دزعلوك يصفه المؤرخون تسمنس ديوان جابر أو ديوانه يريدس يعني نتصوره عدة مجلدات يريدس يغلب نويني يصدوضا من العلم الأنساب التاريخ الفقه الحديث التفسير قاعني السن يعني يساس دختني الشعر الحكم قاع يريتين كتابني يعاد يعني دي قل كتابي لن يعني يتنافس عليه العلماء لاقتناء هذا الكتاب. طبعا هو الكتاب يتوفقد غير موجود مفقود يعني الكتاب والنتايمانس غير موجود لكن يعني المعلومات اللي نديس توزع انت عبر الكتب يدوس انت في القرن الثاني والثالث الهجري مدون تبغانم بشر بن غانم الخراساني بمسند الربيع بن حبيب مسائل نفوس الإمام عبد الوهاب تفسير الإمام عبد الرحمن رستم السير لأبي سفيان محمد بن الرحيل إن أنه نقن أيني اسم داود من الإمام جابر إما يتغرس الكتاب أنه يعني وضاصن بالرواية حد يتبلغ حد أرين أين يرين. طبعا هو الكتاب يتوغ موجود في بغداد يتواري ومن بعد يتواوي للدوار الصوميه ومن بعد يتوادفن بصح يعني يتواطمس من شنقر عند سقوط بغداد سنه 656 هجري خلاص مع يعني هجومات التتار او المغول على بغداد يعني سنة 656 هجري يتوطنس كتابه نهائيا يدولد غير موجود لكن يود نطانغد كتابات الإمام جابر رحمه الله غرنا الرسائلس غرنا الديوان المعروض غرنا مدونة بغانم رواية عن جابر إذن أندونيا يعني معنا نجمانيني نجوز دزعلوك نويني لا في الديوان المفقود إلا موجود غرنا. إذن هذا يعني ميمين نيغ من السباقين أخطر الإمام جابر أيني ملاقى من الصحابة قعيري حقرسن هذا زوال المدينة هذا زوال مكة هذا زوال اليمن هذا زوال عمان هذا زوال يعني إلى ربما إلى الشام إلى واسط إلى مختلف مناطق الحواضر العلمية منيسني قنون عزامنا قن الصحابة زادي ريح معاس وخاصة ابن عباس وعائشة المؤمنين في مواسم الحج توغي زبقايصن على استمرار قال دي عاد تمنس جابر بن زيد صاحب ابن عباس يميزونه عن غير من جابريين
يميزونه بالنسبة بنسبة إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أديس القرن الثاني الهجري، سدس القرن الثاني الهجري، يعلن لإمام خليفة المسلمين سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعلن يشد تعليم رئاسية، تعليم ملكية سلطانية مأمورية، وسيفوي كنشر من حديث أتياري يتوغ التارين صغرسن بلا إعلان الدولة، كل حتى واحد جهود فردية، ومن بعد تصبح ضد الدولة الحاكم نتا يمر أمن شيتوغ يقع بالنسبة للقرآن الكريم مع سيدنا الإمام أبي الخليفة المسلمين الأول أبي بكر وعمر وعثمان، أو ننو نتنين يعني الجن دلوجنت يتيرا الحديث. كذلك عمر بن عبد ناصر الحديث يتيرا القرآن بعد القرن الأول قاعد يعني 90 عام، خاص نتهلا دي القرآن برك التنقيط الشكل تيراس يعني القراءات الأوجه السبعة قارنت كذا قاع وكل. ومن بعد سدس على رأس 100 القرن 100 سنة 100 هجرية إلا موجودة خطر مسمس عمر بن عبد العزيز سنة 900 إلى 101، سنة 100 يعلن إعلان رسمي باللي وسي دين الجمع ديال الحديث أديزوا. يجي كتسنى ثلاثة من محمد بن شهاب الزهري وابن محمد بن حزم محمد بن عمرو بن حزم الناس يتفهمين الحديث دادة في مناطق خاصة المدينة، ماذا بك بادرت إلى كتابه، إذا كتابتي قبل أسيت في الخلط دو يعني دو الوضع دو سد كذا قبل هذا يقع عمو معال التالت يبدأ يمارون تقع التنافس. أن في مارون نشنين الإباضية قال لي سدي كنا قال لي إعلان سد الدولة لي قار أريت الحديث بتغنج أنظن أن بيناري كيفاش بتغدي عاد ريحا. طبعا تسلم باللي الإمام جابر توفى سنة 93 يخلفت في إمامة المذهب أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي رحمة الله عليه، وهو معلم المذهب، وهو نتا يسعزن الطلبة في البصرة في غار نتا غرس حملة العلم المشرق والمغرب، بل هو غير عمان شمال افريقيا، بل قاع الى اليمن الى خراسان الى البصره، تلامذة البصره تلامذة عمان قاع من مختلف المناطق، تلامذة شمال افريقيا تسنزد قاع مناطق كل قنادي عزم بعد هذه الزوا هذه بلغ الدين ماني الا ماني يعني الى نتم دينس ملا او يعني التوت يعني سيدنا جابر بن زيد رحمه الله أبو عبيدة مسلم كريم رحمه الله إن رقبت أنا يمكن حد إلا ثقة يعني سن أدياري أدنر وأغفص الحديث خيرا الربيع بن حبيب البصري العماني من العماني البصري خير نوني قال أندوني ثقتنا إمامنا تقينا ثقتنا يسمى يصم يصف طم لإمام أبو عبيدة. طبعا لا يعاد يجو حلقة يبدأ يمارو يعني زقا يتبيد الحديث يزقا أين غادي يروى أين غادي يسل فابو عبيدة أتي باللغة ياري يعني في الحلقة كتابة ونشرا يبدأ يمارو يجرو مسند الرابع بن حبيب مسند المسند عند باتا عندي قل كتابي لاني السوان في الحديث برك ديس قاعد الحديث لاش دي سيوالني كنت الشرح التوضيحات الدروس هملا ديس عن فلان عن فلان عن ابن عباس عن الرسول عن فلان عن فلان عن فلان موني ديس سند ديس المتن سند زيد المضمون أين مسندني أتجاوي لحديث عائشة قاع مع بعض بعد لحديثنا ابن عباس قاع مع بعض بعد لحديثنا أبو هرير قاع مع بعض بعد لحديث الدروة فأبو سعيد الخدري قاع مع بعض يعني 6 لحديث نتظلي 3 مثلا لوضو 10 الزكاة 3 البيوع يقن الآداب يقن كذا قاعد نجر مع بعض خاطر نتنديوين يستنن قاعد يعني يروات شخص يقن في الصحابي يقن أندوني يعني طارق مسند أندو تمام.
طبعا توفى أبو عبيدة رحمة الله عليه سنة 145، يخلفت إمامة المذهب شيخنا العلامة وونية الإمام الرابع بن حبيب البصري العماني، يخلفت في إمامة المذهب الإمامة العلمية. يتوفى سنة 180 هجري، 180 قيل ولادته كانت حوالي سنة 75 هجري، الآن 180، يعني خطر الشغلنا قد تقدير، إنما غرنا قرائن تاريخية تضبط هذه التواريخ. هذا المهم، يعني أبو عبيدة الربيع بن حبيب رحمه الله يتجو المسند يعاد توسن الطلبات العلماء نختني بدن تبين سيس بدن استشهاد سيس، يعني وهو كتاب جليل موجود إلى اليوم أدوني لنفسنا. ومن بعد عبر القرون أو نكتابه طبعا يدولد يعر ولتنجم أتنستعمل يصعب الاستعمال ملة المسند سحقق الحديث نتظلت يزمد كلبغ قاع الكتاب شكد بيغ الحديث يكت كلبغ سحقق الحديث مثلا في البيوع يزمد كلبغ قاع العتفخت يصعب أموني. ياس الدقنون عزام في القرن السادس الهجري عند أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني رحمة الله عليه يبدأ المسند يعاود الترتيب يعاود الأبواب التبويب يعاد ثمان ترتيب مسند الرابع الترتيب سيختني القرن العشرين إلى نهاية القرن التاسع عشر ثمان ترتيب مسند الرابع، يعني وستين من الجامع الصحيح. الجامع الصحيح يسد بعد يسد قيل سيدنا أبو إسحاق إبراهيم تفيش وقيل هو شيخنا العلامة الشيخ السالمي الشيخ عبد الله بن حميد السالمي العماني رحمة الله عليه نتيس ما يسمى خاطر يعاود يحققت يعني في تبويبني يجو يا أبو يعقوب يعاود يحققت السفقتي. إذا اشتيني وني داون كتابه بالصحيح ما رقم هذيك الإشكال سي زمان أبو يعقوب آل زمان الربيع بن حبيب بين السند داني الإشكالية تتلا مطروحة يغلب طلبة الباحثين ديني اللان يختارون تجن المقاييس السنة عند الإباضية مثل مقاييس السنة عند أهل السنة والجماعة، لا ليس هذا هذا صحيح هذا غير صحيح مقايسه كيف كيف. أخاطر ميمي الربيع بن حبيب يسد قبل غد إلى البخاري مسلم أحمد قبل غد إلى لأنه يلولد الربيع بن حبيب لا موجود يا مسند الربيع لا موجود الوقت قد مع الموطى الإمام مالك موطى الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام المذهب المالكي إلا غرس الموطا يوجد الوقت تقن قد ونيلول 93 غل 179 الإمام مالك الربيع بن حبيب يعني على تقدير سنة 75 إلى سنة 180 هجري، يعني وجد الوقت تقن وني في المدينة المنورة وني في البصرة في العراق كوليكن يجد الحومتي يكت الحومت. إذا كوليكن يجرو الكتابس العهد تقنيا يقني يتفق الخط عن عبد الله بن عمر يقني يتفق الخط عاي جابر عائشة ابن عباس جابر عائشة الرسول جابر ابن عباس الرسول جابر الصحابي أموني كوليكن يتفق السند إلا نصح عنده أنه في إماره يعني يغلب الحديث مروزن جار موطا منه والحديث مروزن تمام يعني بحرف حرف. إذن هوني ما يتعلق بالكتاب الأول المعتمد الرسمي يعاد يغلب بعض دين أشيني ونتنجم حسن صحيح ضعيف على حساب الموازين دلولن في القرن السابع الهجري ان يجو البخاري ومسلم ديني يزمن الموازين على حساب ان طالع الكتاب كاع ان نستخلص ان نكتشف
الموازن يجوا لتصحيح يعني والتحسين والتضعيف في الحديث الرابع بتة خطا غني تجي قال الكتاب انا شتوت بتة الضوابط يجي لروايه الحديث ملي كان عزم الباحثين العلماء الطلبه دكاتره نتنين طلع نكتبوا اغنيني شتود منهج الروايه عند الرابع بن حبيب اغنيني نموني ادكتشفنا ونين فعلا ديني لا يعني توج تمام يعني انف دسم قيس وهو كيف كيف وهو نني الا يعني رضنين ولذلك يغل باحثي قرش تقيسي اين الدوسين قبل لو اين الدوسي بعد يزم دوين الدوسي وبعد التقاس وين الدوسي قبل يزم هذا عظم ونبشكل عاد يعني الاعتراب الجميل اهم أدينا شراي قمشك وتكتر فما ونسيت في المتاهات يغلبنا العلوم الحادي دي شراي والتحسين دي شراي يشراي قن غرنا قال الحديث لا يتفتش يغلب حد تجلى حديث تتزل في الحكام حد تجلى حديث باش كدير وجهك تسلعت حد تجلى بعض الحديث تغرس حد باش كانش ما يقضي الصوالح حد كانش ما يجيب درام حد يعني لا كاع الا وسي تحرى وهو ونتنجم انني كاع يعني حاشا وهو ونتلحق مدا الحق العلماء يعني نغنن غيرنا يعني يضبط قد تجاي تحرى ترت الشبرس يتاود الحديث سوا سوا ملا قال نجيك المقياس لباضية جين المقياس إلا مش كدي عد ميختلف غجراج دي جريديتش أن مخالف قان شاشين الحديث صحيح شايتيني لا ضعيف شاشين حسن شايتيني خاطي صحيح أن بدأت تمخالف بشكل تمخلف أن دول أتنقص في القرآن ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس مني فليس عني يعني عندو الميزان الحديث إلا أن يتوج لحسم النزاع بيني وبين غيري في اختلاف الحديث أمو تمام إذن جين يقل مقياس أنت منس قياسنا يقل ميزان العرض على كتاب الله ونيد الحديث ونيد الرسول نتين ناموني ما ونقع الاختلاف اجتم غيرنا لم يصح عندهم هذا الحديث شاونيا ديقن شاي لان يعني وننفهم ديس مش غن أنعبر قن التعبير لان يعني لتقريب المفاهيم
يعني غير ان قرا شاول حديث موضوع لاش سيس كذا بصح مين مخالف ما نغنزل لابد نزل القران ما فيش شك سواء يعني خاطر القران نص قطعي الدلاله قطعي الثبوت يعني متواتر بينما الحديث يعني لين الى متواتر لين الى خاطئ متواتر لين الى ننتي تيروات الرسول صلى الله عليه وسلم لين الى خاطئ لاش سيس كاع يتول فقد الفق اذن أون الحديث يعاد نتاي جانغ نجو تفتت الحديث قال دي عاد البعض الشيني أيوه ملا سعد بترس السيو الغي قدويني توري مشو الرابع بن حبيب اسمه نهار كامل يسقط دي ما ليس قعب السيو يعزم غير القرآن برك استغفر الله يعني من كان برك وهو الأقوى وهو الأولى بت يعني السيو قدويني توري في البخاري وهو 10,000 حديث قريب 10,000 حديث إذن من هار كام يساول قاعد لي صغير إعاد أوني شوني أوني شاشينا أوني 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 دي دراي النغل العامي العلماء لغرس الضوابط نسن لغرس نتنين نسن بتغادي عاد كيف يكون في هذا الأمر إذن نغل إشكالية تقيم ديمارو هون منطقته هون فترتنا الرابع غل 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 ابو يعقوب بيلا بس ما ينتبي الحديث طبعا يعني نتبي كني غي صعب دا صعب نتبي السيس موجود بعض الكتب ذكرنت بصح يعني العلماء تجيني كلمه قياس تبي نس الرابع تبي نس غير الرابع ان في الكتب النغ نفقاش شورس الحديث الا اللين لا في الرابع بن حبيب اللين لا قعوا لي للرابع بن حبيب بين ترنين يعني اشتهر عندهم تلقوه بالقبول وجدوا سنده صحيح صح عندهم إلى غير ذلك فوضعوه فأخذوا به خطف وضعوا فأخذوا به أن في غلب نكتبنا الفقهية الشور نسل حديث اللان ولين الرابع بن حبيب إذن المقياس عارضوا على كتاب الله موجود استعمال تساون ديوان الى دير الرابع ديوان دي غير الرابع ما فيش شك الرابع اللي استعملتها الوقت السيا المهم اذا اش كنكمل يعني المعنى ما يتعلق بقضيه السند اذا بين السند سي ابي يعقوب غل الرابع ابن حبيب اربع قرون بيلا عن 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 عن, عن, عن بيلا ولي تواري غير موجود تنوفي اذا هوني الجواب الزبته انسن شين اللي باضيه للشغرنا الشغرنا الموضوع طريقة يعني كل حديث تناوي العنعنة سيدنا الديني نتبي نشين العلم الشرعي كاع ما نشيل التفسير الحديث التاريخ الفقه علوم القرآن القراءات كاع نتبي السند يعني السند العلم السند العلمي يعزم مثلا الشيء أخذت علوم الحديث علوم الحديث بغت الشيخ مطهري حاج محمد بن حسن سيمان الطهري رحمه الله لاباس الشيرجيان صالح الشيرجيان اطرب الشيخ مطهري يبيتش باباس حسن سيمان بكر مطهري انه يبي كذلك في قنوادات عند الشيخ ابراهيم بكير حفار الا عند تلامذة الشيخ تفيش يبي في داديس يبي حاج عمرو سليمان نوح حاج عمرو سليمان يبي مثلا الشيخ بلحاج بن كاسي القراري الشيخ بلحاج بن كاسي القراري يبي الشيخ يحيى بن صالح وقيل يبي عن الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز التميمي الشيخ عبد العزيز يحيى بن صالح وهكذا يجور السند المذهب التاليان كاع حد يعني العلم الشرعي كاع انتجه السند خاطي انتجه السند غير الفنيقن كاع الفنون الشرعية خطر نحن نعتقد أن الشريعة كل لا يتجزأ أندود الجواب إلى أن نجم أن نجاوب في هذا ثم أسنديمار العلماء بين دون كتابه شرحانت حد شرحت كتابة مثل أبو عبد الله محمد عمرو أبي ستة وني رحمه الله شرحت 5 نجزة وكل شيء بدأ ألقضى فاتني ولم أقل بل الرابع بن حبيب المسند الأول المسند الثاني الجزء الأول الجزء الثاني دوني الرابع بن حبيب تلصل دوني يزد أبو خبرني السنج زايد اثنين كتاب العقيدة والزيادات زوائد التي وردت عن الإمام جابر يرنيتن دي سيدول دمار 4 الأجزاء
يعني الكتاب بالجامع الصحيح لا إلينا زداني المكتبة المعهد التفديس يعني ربعا الجزاقة على انديسيا قالا مع بعض يعني يا مزوار تفيتسن أن دوني يوري الرابع من حبيب هذا إرنيت أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني وهو شأنه شأن جميع الكتب الحديث يتوارنيس ناموني معنى يتوارنيس يقن الكتاب لا نديرني أتوسع النفس الباحثني النفسين العالميني نفس الشيء إلا كل زوائد محبان مجمع الزوائد مسند أبو يعلى مسند كذا المستدرك للحاكم مستدرك على الصحيحين يعني أبي البخاري ومسلم مستدرك على شرطها إلى غير ذلك المهم ياوض يعني أو الكتاب يعاد يتشرح في حلقات العلمية في المساجد يعني مش تعبر نشين شفاهيا إلقاء يعاد يتشرح كتابة توري التيرة أي سنين لان أن مثلا الشيخ بيض رحمه الله يشرحت مع البخاري في جامع القرارة الشيخ الناصر رحمة الله عليه يشرحت كذلك أن في غرناطة جنت الشيخ محمد سعيد كعباش حفظه الله أن مثلا الأستاذ إبراهيم أستاذنا الشيخ الأستاذ إبراهيم برورو أن مثلا الشيخ محمد بن يوب صدقي اللي شرحت في بني يزقن أن في قاع غرماون ليتوشر حديث أو نكتابه الرابع بن حبيب بكل طلاقة بكل موضوعية بدون أي عقدة يعني خاطر أين الذي سنت قد هي خدمة للسنة النبوية الشيخ دودو بنوح في بنورة مثلا وغيرهم يعني ممكن لك يتصيغ البعض لا يعني القائمة طويلة كذلك أن في مارو الأقراص أن في مارو يعني تحقق تخرج أن في قع يعني خدمات جليلة وقيمت على هذا الكتاب بعد خاصة بعد الهزة أن بعض الطعنان بعد يعني التساؤلات وإلا نوقع في مؤتمر السنة سنة 1982 في تلمسان مؤتمر فكر إسلامي حول السنة يتواجد ندوة حول السنة عند الإباضية وكنت حاضر في ذلك الوقت كنت طالب في البكالوريا وحضرت في السنة الثانية الثانوي حضرت هذا المؤتمر في الصيف في تلمسان شارك في الشيخ بن الشيخ شفاه الله شارك في الشيخ سليمان رحمه الله العطفي والشيخ الثلاثة الشيخ سليمان والشيخ بن الشيخ والشيخ استغفر الله ثلاثة شارك نديس يعني سيول عن السنة عن الإباضية إجن منشط دا سعودي المدينة المنورة يتشري مارو يتزقى كيفاش دير تقيمم مع الرابع نوم كذا مدن اتفقت الأمة على البخاري ومسلم وسنن أبي داود بن ماجه وباتا بدأت تراوري مارو الريناس جيني هاي كنيرا في المستوى ننزقع وشني دبر غفنا وشني نانغ مناود لباضية ولا كيفاش سماني تبين ولا تتجن رئيس الشيخ أحمد العلامة الجليل الشيخ أحمد حماني رئيس مجلس السمع الأعلى والشيخ عبد الرحمن شيبان كان وزير الشؤون الدينية دينه الرناس يعني تمام بكل طلاقة ومن بعد تعاد سيوختني مدن تفاقا دي قنشة تمانس الرابع من حبيب يزن التساؤلات يجاوب الشيخ من الشيخ يجاوب الشيخ الخليلي يجاوب الشيخ مطهري أو نونية إيمان سيزن تساوي 19 سيلة الشيخ الناصر كذلك يجاوب بس رحمه الله نعم يشارك دي الشيخ الناصر هيد فكرة الشيخ الناصر الشيخ سليمان الشيخ من الشيخ أو ندوتو دي ثلاثة يعني شارك نديس ملا يعني يوقع تعاد سيوختني الاهتمام بالسنة بقوة يعني نعد نتج دراسات طلبا نغض الباحثين تجن دراسات شرقا وغربا عن الربع بن حبيب وعن غير الربع بن حبيب أن في العلماء الشيخ أحمد الخليلي الشيخ القنوبي الشيخ خلفان المندري دكتور خلفان المندري مثلا أن في أحمد الدكتور أحمد الكندي علوم السنة عند لباضية آخر إنجاز أن في من خدمة السنة يعني أحصيت 80 عمل يتوجن دي اسمه يتعلق بالرابع بن حبيب وغير الرابع بن حبيب في خدمة السنة الشريفة آخر إنجاز أندوني الدفغن والسانو
البلاغ المبين في اضطراب أحاديث قبض ورفع اليدين للشيخ البوصافي العماني تحت إشراف الشيخ أحمد بن محمد الخليلي يعني وأستاذ إبراهيم بازين تشرف يعني الطباعة والمراجعة. المهم يعني أو الكتاب إلا يعتبر من المنجزات في السنة يعني نتبي السنة حسب السند إلا نغرنغ صح عندنا خاطي نتبيه برك باش كاد نبه قصاد وشي قلنا شوني قل ميساج قلت الرسالة تتبلغ لأبناء الشباب للطلبة والطالبات أسنيني والسع الركتد لمنهم والتكترت مثل اشتخاط متخصص في الحديث والقروا فيغ الكتاب كذا كيف الكتاب يقرر الحديث الرسول إن كذا نشيرون تجمقع سماني إن الحديث وللي الربي بن حبيب سحنشين تعتمد نتجسيس سماني تبيم ونيد العلماء النغ لن حرك الزيت خدم طالعا يعني رقبنوني رقند أنضام دوني أصح وأقرب إلى الحق عند الله عز وجل إذن دابريدو وعندنا الثقة العمياء في أعلامنا في علمائنا أن بسيسن ولتفري بتتقيمت كل ما غديس يقول لك كتاب الحديث الزويد أقيم تبيت سا تليدات السعر كدد لي ريمانش تليدات جمضد تليد أخطر يعني قد أندين لي توقع أعجبك ميلا دق نشران ندواوات لا ميكانيك نغنى بتديني نغ البنية الاقتصادية بنا تدرس زول مهندس صادي زول هذه سقول باب الاختصاص ميتوس الشارعة هذه ضال واحد صادي بريكولا واحد هامو تجرب الدواوات واحد تجرب الدواء بعد الدواء نغلا ميكانيكا تجرب السلك ني داين لابياس ني تبريكولي وحدش خاطر تقول واما الشارع روح برك. اذا اتقوا الله ايها الشباب ايها الطلبه ايها الطالبات لما تخالطون من تخالطون في الجامعات والثانويات في مختلف الحواضر العلميه وهنا وهناك وفي التكنات مالديك سول طالع اعزم ازند السؤال اش نجاوب ازند لي اني حماك شي الكتاب الموضوع وتحقق اش كتجاوب اي ناس حماك شي هو باب الاختص والسين ماشي غيرين عزامني سلمد نيام ومن بعد وليا كل ندم وهم يدعيبنا ودعيب شي ام بتن تستحي تصند البالنا بتن نغمو سما استسلمت عبرت عن ضعفي لا غير معقول هذا ساني يعني ادي عاد معتد بنفسه ادي عاد غير الثقة التامة اين لا جر هو خط الاستقامة الا شسو الجنة بت يعني سعر كدد لي ما تسند تني سبل الى ربي هان غفسنت. إذن السنة عند الإباضية خدموها خدمة جليلة خدمة رائعة جدا الحمد لله يعني عمري أنفغ السنة خلندو الغرس ديما الحمد لله لكن السنة التفت في أصول فقه الحنا هذا القول على رأي الأحناف لأنه صح عندهم حديث كذا وني على قول المالكية صح عندهم حديث كذا وني على قول الشافعي صح عندهم حديث كذا وني كذا الشيعة كذا أديس لباضية أدندو لمارو اسمها لله السند هميامو بيلتوني أبدا سكوفو خمان مالدي كان جتيقت دين عزامنا النغ لاني كترخيرهم والجين بالتوغن الجين خادمنا السنة ولا يزال أعلامنا يخدمونها والحمد لله بارك الله فيكم أسأل الله القبول والتوفيق والهداية والسداد ونترحم على الذين سبقونا في الإيمان في خدمة هذا الفن وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون نشكر الأستاذ الفاضل حاج أحمد بن حمو كروم على هذه الومضة السريعة حول إسهامات علمائنا الإباضية
في خدمة سنة نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن له كذلك يعني إفادات في هذا الموضوع، وهو موضوع طويل جدا، ولا بأس أن نذكركم بأن للأستاذ الفاضل كتيب يعني حول هذا الموضوع جهود علماء الإباضية في خدمة السنة، وندعوكم إلى اقتنائه والاستفادة منه، بارك الله فيكم. ونذكركم دائما مع سلسلة هذه الدروس الخاصة، نذكركم بدرس الغد مع فضيلة الأستاذ حمو بن عيسى الشهاني مع موضوع ماذا يعني حبي للرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ومسك الختام دعاء من فضيلة الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والروح أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرق مبارك معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا معاش المسلمين والمسلمات شقين ولا محرومين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح فينا ما ظهر، اللهم اصلح وانصح أحوالنا وأحوال ذريتنا وأحوال إخوان المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض المغاربة جميعا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ومشايخنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا نسوقهم الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.